بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للغموض اللي كاين حاليا في مخرج الحزب المغربي الحر بعد الاخوان ترشحوا في اطار الحزب المغربي الحر، اغلبيتهم ما كنعرفوهمش لان عمرهم ما كانوا لا اعضاء لا مناضلين ديال الحزب المغربي الحر، لان الاغلبيه الساحقه ديال الاخوان قبلوا الموقف الرسمي ديال الحزب او ديال المنسق الوطني، وهو عدم مشاركة في الانتخابات ديال استحقاقات ديال 8 شتنبر لسبب بسيط، انه ما كايناش انتخابات بدون مناخ ديال الحرية. ليش انا مثلا نمشي ندير حملة انتخابية ونهيئ الجماهير لمطالبة مدرسة أو مستشفى في واحد المنطقة ونديرها في إطار الحملة الانتخابية ونطالب بحقوق المواطنين ونطالب بما يريده المواطن، جينا نعبر عن المطالب ديال المواطنين ويجازيوني إما بمنصب في المجلس البلدي أو عضو في المجلس الجهوي أو في مجلس النواب. هذا الحمق، لأن الناس اللي في الحسيمة خرجوا كيطالبوا المدرسة والمستشفى تداو من الحبس. حتى الزوج واش عندنا الحق نطالبوا المستشفيات والمدارس ونقترحوا مشاريع ونطلبوا التشغيل ونفسروا علاش ونقدوا الحكومة ونطلعوا للبرلمان ونشكلوا الحكومة ونرجعوا مسؤولين وبالتصفيقات وبالفلوس ديال الدولة اللي دعمنا باش يمكننا نكسبوا نفكروا ونخموا ونكسبوا البرامج ونديروا الصداعات ونجمعوا الناس باش يمكننا نطلبوا بحقوقهم، وهادوك اللي طلبوا بحقوقهم دخلوا للحبس. اش يدخلوا للحبس؟ كنا نقولوا كنت لا توقع غالب الله راه في هاد العهد هذا اللي ما دخلش للحبس غير شي سر كاين رباني، اما راه كلنا هو اللي ندخلوا له. حكموا وعدهم ب20 سنه ديال الحبس، ودم ما بانش. قلت انا كمنسق وطني ديال الحزب المغربي الحر، منسق الشرعي، حنا ما كنديروش على الخريف ديال شحال، كنديرو على المعقول. ودا ما كاينش ضمانات ان المواطن كيمكن له يمارس حقوقه الاساسيه، علاش كيفاش غادي يمارسها وما كاينش ضمانات ديال الممارسه؟ خاصك تضمن الممارسه ديال حقوقه الاساسيه. انا كان كنحب كنشوف الامور، الاغلبيه ديال المناضلين وديال المسيرين وديال المسؤولين ديال الحزب المغربي الحر اتفقوا معايا، داروا في حالي ما ترشحوش، وكاين بعض ديالنا ترشحوا. على كل حال ترشحوا في واحد الاطار اللي ماشي قانوني، هذه الاشكاليه. الاشكاليه ما بقاتش في القضيه ديالي، هذه القضيه اللي طرحت لكم كتهم جميع الاحزاب السياسيه، انهم قبلوا يشاركوا في الاستحقاقات المقبله بلا ما يضمنوا للمواطنين الحريات الاساسيه، وبلا ما يفرضوا على النظام المغربي انه يخلق واحد المناخ ديال الحوار وديال الحريات. شغلهم شغل كل واحد يتحمل مسؤوليته. حنا عندنا مشكله داخليه في الحزب. دابا كيفاش نفسرها لكم؟ كاين جوج ديال المدارس في الانظمه السياسيه. كاين ديك المدرسه اللي مبنيه على الحريات على حقوق الانسان، وكتقول لك بحال اللي كيقول الدستور المغربي، الاحزاب السياسيه هي اللي كتنظم وكتعي وكتاثر المواطنين.
وكيقول لك بانه الاحزاب السياسيه التسيير ديالو خصو يكون ديمقراطي وحر ومشروع وقانوني. على كل حال كيتجمعوا عباد الله وكيخرقوا الاحزاب السياسيه وكيبداو يتنظموا وكيبداو يتكلموا حياتهم كلها وكيأثروا في المواطنين. وكاينه المدرسه الثانيه، الحزب هو جهاز ديال الدوله تسيره وزاره الداخليه. الوزاره الداخليه عندها واحد المديريه ديال الشؤون السياسيه ولا الشؤون العامه او ديال الامن والاستقرار ولا سموه اللي بغيتو، اللي كتسير الاحزاب السياسيه وهي اللي كتحيد فلان كامين عام وكتجيب واحد اخر، هي اللي كتشكل الاجهزه ديال الحزب. وديك الحزب ما كيتسيرش بصفه ديمقراطيه ولكن على حسب الرغبات ديال اللي كيحكمونا. الدستور المغربي خلق واحد النظام اللي كيتمشى مع المدرسه الاولى، انه الاحزاب السياسيه الديمقراطيه ما كيسيروا نفوسهم بنفوسهم، واننا نقول بانه الانتخابات الحزب كيتسير ديمقراطي انه ما كاين تدخل ديال الدوله الداخليه، ما كتلعب حتى شي دور داخل الهياكل ديال الدوله. وإذا الداخلية حطت يديها في الهياكل ديال الحزب عفوا، ما بقاش الديمقراطية، ما بقاش، ما بقيناش خاضعين المدرسة الأولى، خاضعين المدرسة ديال الشموليين اللي فيها الحزب الوحيد ولا فيها الحزب الحاكم ولا فيها أحزاب فواحد الإطار معين. لا نقاش في القضية دي، خصنا نكونوا صريحين مع بعضياتنا، لان اللي غادي يعجبو النظام السياسي المغربي غادي يبقى، اللي ما عجبوش غادي يمشي في حاله، بالحق يمشي في حاله. واذا ما عجبنيش الامر واضحه. حنا شنو وقع لينا؟ والداخليه دخلت السيد وزير الداخليه، ارجوك راك تدخل في ما لا يعنيك، كتنزلخ وكتميل لفائدات واحد الشخص. جوج تخدمنا في انتخابات لمنصب المنسق الوطني في المؤتمر العادي، واحد جاب خمسة ديال الأصوات ديالو ديال باه ديال مو ديال ختو ديال خوه، كاين بأمام هالوضعية هادي ما بغاش ياخد موقف، والأغلبية الساحقة صوتت عليا أنا تجي دابا أنت وتبدل الأمور داخل الحزب وتمول بالفلوس ديال الدولة، لأن أنت اللي عطيتيهم له 13 ساك كنت لا تتيملو، ودير واحد المجلس سياسي في حين وتعطيو الاختصاص اللي ما عندناش في النظام الداخلي ديال الحزب، وتقولوا بانه قرر يدير مؤتمر استثنائي ما كاينش في النظام الداخلي ديال الحزب. هاد المشكله انه القانون كيقول لك الوثائق كنحطوها لك ما بين يدك في وزاره الداخليه باش تعرف شكون اللي هنا وشكون اللي هنا، واللي هنا شيء طبيعي. قبل كنا كنحطهم في العماله كان افضل، العامل فين كيكون المؤتمر العادي او الاستثنائي تما فين كنحطو الوثائق. دابا بدلتو القانون قال لك مش راح تحطهم عند السلطه المكلفه الحكوميه المكلفه بالداخلي، ما عندها حتى شي مشكله، ولكن انت كخصك تراقب واش لان كاين الشروط كيقول لك الممثل ديال الحزب او الشخص اللي كيوكلو ممثل ديال الحزب هو بوحده عنده الحق يحط الوثائق اللي كتغير السير العادي والطبيعي ديال الحزب، ماشي اي واحد. انت تعين واحد السيد وتقول له سير دير واحد المؤتمر اجي جيب لي الكواد وانا غادي نسجلهم لك. المشترك يقول ودا هادشي وقع، وقع شي حاجة، ماشي حتى هادشي غير شي حاجة فحال هادشي، شي حاجة صغيرة. أما هادي فضيحة، هادي غير خلينا أحسن ما نجاوبكش، لأن غادي نقول لك واحد الكلام اللي غادي تطير هذاك وغادي تمشي تعاوتاني دير شي كابية
والشكاية على كل حال ما كرهتش تكون محاكمة في الأمور بحال هكا باش نبين بأن أنت خرقت الدستور وخرقت القانون والديمقراطية، وبأن أنت كخصك تكون الموضوع عقاب جنائي وتجريد من الحقوق الوطنية. هذا القانون هو هذا، ما خلينا دابا من القانون لأن ما بغيناش نوصلوا معك للعيب. واش أنت تدخل في الشؤون الداخلية ديال الحزب واش بعقلك؟ ونقول ما فيها باس ونمشي الحزب المغرب الحر يمشي للقضاء، ويجي القضاء ويصدر يوم 14 يوليوز 2021 حكم كيقول داكشي ديال 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 الاجتماع ديال المكتب السياسي راه خاوي، لان ما كيتمشاش مع النظام الداخلي ديال الحزب والاحزاب تساب بصفة ديمقراطية، والناس ديال الحزب قالوا بأن هادشي ما كاينش منه. واحد السيد اللي ما كنعرفوش وقال لك لأنه هو اللي كيمثل الحزب ديك الوقيتة هو اللي حطك على الكوار ولي توفى الله يرحمه قبل ما يموت، وكأن الملائكة فتكرر 40 وإذا كنت مسلم كتعرف بأنه القرين كيموت 40 يوم قبل الإنسان، فديك ال 40 يوم اللي مات فيه القرين دار واحد فيديو كيقول لك ها زيان اسمح لي راني سكرفت عليك، هادشي اللي درت راه ماشي مزيان. تقول لك ملي مات القرين بغا يعرف هام راسو فين غادي، ويقول لي يا سيد ربي كيفاش غادي يمشي وانا مزور، انا مزور ومزور كيمشي للجهنم بلا ما تقول لك ها اسمح لي ازيان. وانا الان امام الله كنقول بانه عفى الله ما سلف، كان سمح له فيما يخص الزور اللي دار في مواجهتي، دار قال لكم هادشي كنا كنديرو غير كذوب غير كنخربقو. وجات ولكن المحكمة اللي قالت اودي وفعلا هذاك السيد اللي كان غادي يترأس المؤتمر الاستثنائي واللي كان ممثل ديال الشيء ديال المكتب السياسي باش ينظم المؤتمر الاستثنائي قال لكم حنا كنا كنكذبوا راه حنا زورنا على السي زيان، السي زيان سمح لينا. المحكمة قالت لهم بأنه فدينا هو دينا. المحكمة قالت لك نعم يا سيدي فوقاش نهار 14 يوليو هاي واضحة نقبلوا صحة التعرض ديال الحزب المغربي الحر بواسطة منسق الأستاذ محمد زيان، وكنصرحوا بعدم صحة الإيداع المقدم من طرف فلان بن فلان نهار في 5 فبراير 2021. مشكلة جيت انت في نفس النهار عباد الله في نفس النهار السي وزير الداخلية وخرجت واحد الدورية عدد 6142 ميمشين بتاريخ 14 يوليوز اس نفس النهار ديال اللي صدر الحكم اللي عطيك الحكم درتي دوريه للعمال، لان هذه دوريه فين جات هذه الدوريه مرتبطه ب المحكمه ديال وجده، وجا العامل المسؤول ملي جاوب في واحد القضيه ثانويه انا بغينا باش نعرفوا شنو كاين ديال داكشي ديال الغرف التجاريه ولا المهنيه، وقلت لهم بانه حنا عندنا واحد الدوريه ديال 14 يوليو 2021 عدد 6240 انا قلت في الدوريه بان وزير الداخليه هو اللي كيعين من له الحق في يزكي المرشحين ديالو، اللي عنده الحق يزكي المرشحين ديالو هو الحزب والهياكل ديال الحزب على حسب المصالح ديال الحزب كيقرر راسو، كل حزب كيقرر ديالو كيما بغاها ماشي انت. دابا فين حنا؟ حزب البعث، حزب ستالين، حزب هتلر، اش بغيتي تبين؟ بان انت فوق القانون، اذا كنت فوق القانون راه ما صلاحش. الذي لا ينبطح للقانون بما فيهم القاضي لا قيمة له، لأن الأحكام غير القانونية اللي ما كتطبقش القانون أحكام باطلة. أنت فرعتي القانون، أنت بغيت تقبل القانون، أنت صدمتي في القانون وفي الحكم،
وفي الدستور. هذا علاش اي واحد اللي زوار على الحزب المغربي الحر غادي ندعيوه طبقا للقانون اللي كتضمن الملكيه ديال في المغرب بما فيها الملكيه الادبيه والحقوق السياسيه الاساسيه ديال المواطنين. ما نفلتو حتى واحد. واي تلفزيون اللي دوزت الحزب المغربي الحر وهذوك الناس ماشي من الحزب المغربي الحر غادي ندعيوه باش تحسوا راسكم بان انتم هياكل ديال التلفزيون ديال ديال وسائل ديال الاعلام رسميه ديال الدوله راه انتم فوق القانون راه حتى انتم غادي تنباطحوا القانون. وانا مغانم ما تنساوش بان واحد المره كان واحد الحزب وطني ظلمني وطلبت مليار ديال السنتيم ديال التعويض وبقيت 3 سنين وانا كنت دابز حتى غلبته. وملي غلبته اعتذر ليا في الجريده اللي كان قال لي بانني انا كان بزناس سمحت له في المليار لكن حتى خديت حقي. نتوما هاد المؤسسات ديال الاخبار الوطنيه كانت رسميه ولا كانت تكميدي ان ديال واحد حماقه ما نفلتكمش انا ما نسمح لكمش في التعويضات. غادي ندعيكم باش مره اخرى تربوا تكونوا كتعيشوا في بيئة ديمقراطية في دولة ديمقراطية في مجتمع ديمقراطي وأنك كتعاملوا مع الشعب يؤمن بالديمقراطية. إذا أنت ما كتعملش بالديمقراطية هذاك شغلك ولكن 30 مليون ديال المغاربة كيعملوا بالديمقراطية احترمهم هما اللي كيحكموا ما كاينش شي واحد آخر كيحكم ما عدا الشعب اللي كيأمن بالديمقراطية. ستنبطحون للقانون غنبقى وراكم حتى نغلبكم تنجيب حقي ماشي لي ان انا بغيت حقي لان هذا القانون. لان اذا انا اللي كنعتبر راسي رجل في المستوى وعندي طموحات وقادر نتنازل على هذا الواجب الوطني واذا دار رفقيش غادي يديروا طلبه هي تسالت. هذا علاش انا معايا ما تساليش المعركه هذه. الانتخابات غادي تدوز والمعركه غتبقى ويا ربي نجح شي واحد في البرلمان منهم بالله واذا فتح فمه وقال الحزب المغربي الحر تندعه ونطلب من رئيس ديال البرلمان انه ما يخليش تماك شي واحد يدوي اسم المغربي الحر وغادي ندعه ونشوفوا فين غادي نوصلوا. واذا تغنمتوا معايا حتى انا غادي نتغنم معاكم. انا قلت لكم باش تفكوا مني عندكم طريق واحده سيروا ديروا اذا كنت رجال ونفضيوا تستعدوا. نتمنى ان ولادي يكونوا في المستوى ويخوضوا الرايه ويتمشوا في المعركه الى اخر النفس. الحزب المغربي الحر ما مرشحش في الانتخابات ديال 8 سبتمبر 2021 ولا قبل المشاركه في اي استحقاقات وطنية كانت أو محلية ولا مهنية إلا إذا كانت الضمانات ديال المواطن أنه غادي يمارس الحريات الأساسية مضمونة. ميمكنكش تضمن ليا بأنه غتحترم وتمارس الحريات الأساسية وإذا ما كان وإذا كانوا الناس في الحبس لأن طلبوا بحقوقهم. لأن انتخابات كلها شنويا مطالبة بالحقوق. إوا أنت المطالب بالحقوق تيضع تاني نقبلوا منك أن تبدا تحددها لينا في الزمان وفي الانتخابات وخارج ربط المغرب كان المواطن خصو يربطو فمو. هذا هو النظام اللي باغي نتبنوا في المغرب وهذا النوع ديال النظام غادي نحاربه بما لدينا من جهد وبما لدينا من إيمان. لكن ردوا بالكم اللي كتكونوا قبات واحد السيد لإيمانه قوي
لأنه يرتبط إيمانه مع عقيدته ودينه وربه. رابع ما ألكم الفشل، وحنا يا الله حكم علينا بالنجاح.